احتجاجا على منعه من التعليق على مداخلة مطولة للرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز حول الهجوم الإسرائيلي على غزة، وترك أردوغان مقعده غاضبا وغادر المنصة. ومعنا من اسطنبول مراسل الجزيرة عامر لافي. عامر، كيف تصف لنا أجواء استقبال الرئيس الوزراء التركي في مطار اسطنبول؟ يعني ربما من الصعب أن أجد الكلمة التي قد تصف ما رأيت هذا اليوم يعني في طريقنا إلى المطار. يعني هناك قافلة طويلة جدا جدا من السيارات تتجه إلى المطار، يعني ربما أكثر من 3 إلى 4 كيلومتر. اضطررنا لتوقف بعيدا عن المطار، مشينا على الأقدام أكثر من كيلومتر لكي نصل إلى أرض المطار. هناك حشود غفيرة، يعني الناس ما زالت تتجمع هنا، ما زال الناس يأتون من كل مكان. أعتقد أن اسطنبول هذا اليوم لم تنم ولن تنام أبدا، الجميع باستقبال رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي، الجميع يهتف لرجب طيب أردوغان، الجميع يقول بأن رجب طيب أردوغان أعاد الشرف إلى تركيا، هو رئيسها ووزراؤها الحقيقي، هو الذي رفع لنا مكانتها في العالم، هذا ما كان يجب أن يفعل وهو فعل ما يجب أن يكون. لقد وقف في وجه إسرائيل، في وجه هذه المذابح، قال الكلام الصحيح، قال الصدق، كان يعني وقف وقفة حق إلى جانب الشعب الفلسطيني. الجميع هنا يرفعون الأعلام الفلسطينية والأعلام التركية جنبا إلى جنب، يحتفون للشعب الفلسطيني، يحتفون لغزة. يذكرني ذلك بأيام الحرب، عندما يعني ربما لا يوجد مدينة تركية أو محافظة تركية لم تخرج بمظاهرة منددة بالعمليات العسكرية والحرب على غزة. اليوم نفس المشهد أكاد أراه أمامي اليوم، الجميع يهتف لغزة ويهتف لرجب طيب أردوغان. نعم، شكرا جزيلا لك عامر لافي على هذه المعلومات. نقل جورج ميتشل مبعوث الرئيس الامريكي باراك اوباما الى الشرق الاوسط الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ما سماه التزام الاداره الامريكيه الجديده بالعمل على ارساء سلام دائم في الشرق الاوسط، وشدد ميتشل على ضروره تعزيز وقف اطلاق نار دائم وثابت بين حركه حماس واسرائيل. قال رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية المقالة اسماعيل هنية في لقاء صحفي مع الجزيرة سيدعو لاحقا ان الاسرائيليين